اهلا بكم في واحد من الناس. عاوز اشير لقضيه خطيره جدا، هي قضيه قطارات السكك الحديديه اللي حوادثها بتتكرر من سنوات، وكل يوم حادث، واخرها حوادث البدرشين، وقبلها اسيوط والعياط، والفقراء دائما ضحايا. مش كفايه نوقف بالاصلاح ولا نقدم تعويضات، المهم ان يكون في خطه وكلام بجد مش مجرد تصريحات، لان حمايه ارواح الناس اهم مهام الحكومه الجديده، ده المفروض. وتعالوا نشوف التفاعلات والاستجابات مع اللي بنعرضه في البرنامج. عبد الله طفل عنده 4 سنين كان محتاج لعمليه زرع قوقعه مبلغ 160,000 جنيه. الحمد لله البرنامج قدر بالتعاون مع فاعله خير انه يعمل لعبد الله عمليه تركيب قوقعه في مستشفى جامعه 6 اكتوبر على ايد الدكتور محمد طلعت الغنيمي. تعالوا نشوفوا بعد العمليه اخباره ايه. اكتشفته عن 9 شهور ان هو ما كانش بيتكلم ولا بيسمع، فابتدينا يعني ان احنا نجري عليه كده. نروح كشفنا له، قال ان هو عنده ضعف سمع. رحت جبنا له سماعات من التامين، ما جابتش نتيجه. رحت طبعا بابا راجل على قد حاله ومعهوش فلوس، بصراحه بعت الذهب بتاعي جبت له بيه سماعات على حسابنا. جرينا برضو بيه تاني اساس احنا عملنا التخاط، برضو قالوا لنا مش نافع. رحنا كشفنا، قالوا له يعني هو محتاج زرع قوقعة وكده. قالوا لنا العمليه 160,000 جنيه، وطبعا ده صعب على اي واحد حتى لو مرتب انه يدفع العمليه دي. فبصراحه يعني اهل الخير ربنا يجازيهم خير، برنامج واحد من الناس، والتامين ادانا 45,000 يعني، وربنا يجازيكم خير يعني انتوا ساعدتونا وكده. والحمد لله يعني ربنا اكرمنا دكتورة ندى يعني انها ساعدتنا، وانا بشكرها جدا وربنا يجازيها خير. الحمد لله يعني عملت لابني العمليه، انا ما كنتش احلم باليوم ده، كنت متمنيه اليوم ده امتى يعني انا اعمل عمليه اشوف زي الاطفال ان هو بيتكلم وبيسمع وكده. الحمد لله طبعا فرحانه جدا الحمد لله. يعني في الاول كنت بقولها يا ترى ابني هيقعد على طول كده ما بيتكلمش ما بيسمعش، هيعرف ازاي يتواصل مع المجتمع، ازاي يتواصل مع الناس؟ بس الحمد لله بعد ما عمل العمليه يعني عندي امل وفرحانه الحمد لله ان ابني خلاص يعني شايفه مستقبله هيبقى احسن ان شاء الله، وهيعرف يتكلم وكده. بشكر ربنا والحمد لله، ما كنتش مصدقه ان ابني والله الحمد لله. أنا طبعا بشكر ربنا جدا وانه ساعدنا والحمد لله على كل خير، وبشكر واحد من الناس وكل اللي عاملين عليه، بشكر دكتور محمد طلع الغنيم وجامعة 6 اكتوبر وكل الدكاترة بصراحة اللي وقفوا معانا، ربنا يجازيهم خير. احنا بالتعاون مع برنامج واحد من الناس في جامعة 6 اكتوبر مستشفى الجامعة ابتدينا البرنامج وعملنا اول حالة لطفل عبد الله، وهو ان شاء الله بعد كده هياخد شوية تسمعيات وتخاطب هيبقى كويس، وان شاء الله يدي بداية مثمرة للتعاون مع برنامج واحد من الناس ومستشفى جامعة 6 اكتوبر. وعندنا استعداد ان شاء الله الحالات بعد كده تيجي بنعملها تخفيض مميز لمساعدة الاطفال دي يعني.